اليوم رح نعمل عده تمارين باستخدام الحبل المطاطي. رح نكون عم نركز اكثر شوي صغيره على الجزء العلوي من الجسم. سو اول تمرين رح نعمله، وطبعا كل الحبل المطاطي لازم يكون عم نهديه بجسمنا او باجرينا بالاحرى. سو اول تمرين رح نستهدف عضله الكتف. سو اللي رح اعمله رح احط اجري بهذا الشكل، ورح وسع اجري على الالاستيك باند او الحبل المطاطي لحتى تشد بين اجري. ثاني خطوة بعملها بعلي الحبل لفوق بهذا الشكل، يعني تقريبا على مستوى الكتف، وببلش بريسنج لفوق راسي بهيدا الشكل. بنزل لتحت على مستوى الكتف وبطلع على الأخير لحتى مد الكوع كامل لفوق راسي بهذا الشكل. بهذا التمرين أنا بكون عم بستهدف عضلة الكتف الأمامية بواسطة الإلاستيك باند أو الحبل المطاطي. بطلع فيه على الأخير وبنزل لتحت. راح تشوفوني عن الجنب كمان، تخلي إجري على الأرض ثابتين، ظهر شادد، ظهر جالس، المعدة مشدودة، بطلع فيها لفوق راسي على الأخير وبنزل لتحت بهيدا الشكل. باخد نفس تحت وبفضي نفس فوق بهيدا الشكل. تاني تمرين راح نعمله كمان للكتف، راح نعمله للكتف الأمامي كمان بواسطة الإلاستيك. سو نفس البوزيشن، راح خلي الإلاستيك على الأرض ولازقة بإجري، وراح أطلع فيها على مستوى الكتف بهيدا الشكل. سو بما أنه الإلاستيك أوقات بتكون خفيفة أو بتحسها طرية منا كتير قاسية، اللي فينا نعمله هو أنه فيني وسع فشختي أكتر، بصير عندي الإلاستيك أو الحبل المطاطي شادد أكتر، سو بطل عندي كتير رينج، أو بطل عندي يعني بتصير الحبل كتير قصيرة وبالتالي بتشد كتير. سو كل ما كنت عم بفتح إجري أكتر وعم شد الإلاستيك أكتر، كل ما كانت صارت أصعب على العضلة. سو بوسع إجري شوي وبطلع فيها على مستوى الكتف وبنزل شوي شوي، باخد نفس تحت وبفضي نفس فوق، وبخلي معدتي مشدودة بكل التمرين كرمال تضل محافظة على الاستابيليتي او الثبات تبع الجسم. سو بنزل لتحت على الاخير، بخلي كواعي ستريت وبطلع فيها لفوق بهيدا الشكل. بعمل عدد تكرارات بين 8 ل 12 تكرار لحتى احس بالعضله عم فيها شويه بيرنينج او عم تحرق شوي صغيره. وطبعا كل ما حسيتوا حالكم قادرين تعملوا اكثر فيكم تزيدوا تكرارات اكثر، ما في اي مانع. بهيدي الطريقه بنزل شوي شوي وبطلع على الاخير على مستوى الكتف بهيدي الطريقه. هيدا بالنسبه لتاني تمرين. ثالث تمرين كمان بيستهدف عضله الكتف، بس عضله الكتف الجانبيه. سو هون رح استعمل ايد وحده والاستيك وحده رح تكون معلقه بالاجر. سو اللي رح اعمله هو رح هدي 1 الاستيك باجر وحده بهذا الشكل، وبخلي ايدي بهيدي الطريقه ممدوده، وبطلع بايدي لفوق كمان على مستوى الكتف. بخلي النزله شوي شوي وبس اطلع، ما بطلع كثير لفوق، بوصل بس لهيدا المستوى وبرجع بنزل بهيدا الشكل. باخذ نفس تحت وبفضي نفس فوق، كذلك الامر لتاني ايد، بهد الالاستيك باجري وبطلع فيها لفوق بهيدا الشكل. بوصل على مستوى الكتف شوي شوي بالنزله، باخذ نفس وبفضي نفس فوق على طول. مثل ما قلنا المعده مشدوده لحتى حافظ على الثبات تبعي، والباك تبعي او الظهر تبعي على طول بده يكون بشكل جالس وثابت بهيدي الطريقه. هيك بنكون مررنا جميع الزوايا تبع عضله الكتف. هلا رح ننتقل لعضله الظهر. كمان رح نهدي الالاستيك باجرينا بهذا الشكل، بس هالمره رح نحط الاثنين الاجرتين مع بعض. رح امسك الالاستيك بهيدي الطريقه، ورح احني ظهري لتحت بهيدي الطريقه كمان، واعمل بولينج او بشد الالاستيك لفوق قد ما فيه بهيدا الشكل. رح اعملها عن الجنب كرمال تشوفوني صح. سو على طول بهيدا التمرين الظهر اهم شيء يضل جالس، يعني ما فيني احني ظهري هيك بهيدا الشكل بحيث انه يصير عندي حردب بظهري. بخلي ظهري ستريت وجالس، عم بتطلع على طول لتحت على الارض كرمال ما اذي رقبتي. باخد نفس من هيدي النقطة وبفضي نفس فوق، بنزل على الاخير بمد كواعي، برجع بطلع لفوق وبجرب قد ما فيي انا عم بعمل التمرين ركز على عضله الباك يلي هي هون انه عم بتشد صح خلال التمرين كامل. سو باخذ نفس تحت وبفضي نفس فوق بهيدا الشكل، وبعملها على مهله. وطبعا اذا حسيتوا حالكم الالاستيك كثير سهله والتمرين ما عم بتحسوا فيها للعضله صح،
اللي بعمله هو بحط الإلاستيك كاملة تحت إجريي بهذا الشكل وبوسع إجريي أكثر. بس وسع إجريي مثل ما قلنا بتشد الإلاستيك أكثر، بطب لقدام، خلي ظهري ستريت، المعدة مشدودة، وبطلع فيها لفوق بهيدا الطريقة. بنزل لتحت على الأخير بمندكواعي، برجع بطلع بعمل سكويز على الباك لفوق على الأخير بهذا الشكل، وعلى طول المعدة مشدودة كرمال حافظ على الاستابيليتي تبعي وما عور ظهري أثناء التمرين. هيدي بالنسبة لعضلة الظهر. هلأ رح ننتقل لعضلة البايسبس. كذلك الأمر، رح نحط الإلاستيك تحت إجرينا مثل ما شايفين، منا بحاجة لأي شيء تاني، نعملها بوزن الجسم وسهلة الاستعمال جدا. يعني بنحط، هلأ رح نشغل عضلة البايسبس كمان نفس البوزيشن على الإجرين، بخلي ظهري ستريت، المعدة مشدودة، بطلع فيها لفوق على مستوى الإيد، يعني بوصل لهيدا الرينج تبع الكوع تبعي. سو مد إيدي على الأخير لتحت وبطلع لفوق بهيدا الشكل. عدد التكرارات بعملها بين 10 ل 15 بما انها سهله، كرمال حس بالحريق بالعضله وتكون عم تشتغل صح 100%. مثل ما قلنا بنزل باخذ نفس تحت وبفضي نفس فوق بهيدا الشكل، الظهر جالس على طول، المعده مشدوده، وبعملها على الليت من مهله كرمال ما استعجل فيها وسيب العضله صح بهيدا الشكل. فهيك بنكون مرنا جميع العضلات للأبر بودي، من عضلة الكتف وعضلة الظهر وعضلة البايسبس، بس بواسطة الإلاستيك باند.